فنانة جميلة ومختلفة، مختلفة في طلتها واختياراتها وحاجات كتير في حياتها. الفن عندها مش بس شهرة وترند، طول الوقت بتدور على أدوار جديدة تطورها وتخلي الجمهور يشيد بأدائها. ضفتي الفنانة ياسمين رئيس. هاي ياسمين. هاي أسماء، ازيك؟ عاملة إيه؟ منوراني. كل سنة وانتي طيبة. طيبة وانتي طيبة. قلبك جامد؟ قلبي جامد. قوي؟ مش قوي. هنشوف. واول فقره معانا يا صابت يا خابت. يا صابت يا خابت. في الفقره دي هتلفي عقرب الساعه 5 مرات. خدي بالك ان كل لفه بسؤال بس، انا معايا 4 اسئله مدافع. اوكي. 3 و6 و9 و12. اول لفه. ايه مادي كده؟ مدافع؟ جبتي مدفع على طول. البوكس رقم 3. تالت بوكس يعني. لا لا مش ده. تالت بوكس. ده؟ ايوه. 9. افتح السؤال وقري انت. ايه؟ نكتة ولا ايه؟ لا 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 لا. لو هتختاري دور تاخدي عليه جايزة ودور يكسر الدنيا جماهيريا، تختاري ايه؟ هبقى متاكده ان انا هاخد جايزه، اصل ما فيش حد بيبقى عارف يعني. ناس كتير بتبقي عارفه يعني. لا صدقيني لا. يعني مثلا فيلم مهرجانات وعارفه ان هو هياخد الجايزه دي، يعني لو متاكده قوي قوي هعمله. عايزه الجايزه مش عايزه الجماهير. هعمله. وتضحي بالشعبيه؟ الشعبية في حاجات كتير بتجيبها يعني، ممكن أدوار تانية يعني، أكيد يعني مش هيبقى آخر دور. يعني بس هو السؤال لو خيرتيني بين ده وده هختار. طب إيه المعايير اللي عندك في اختيار أي دور عامة؟ أول حاجة لما أقرأ الورق أحس إن أنا عارفة الناس، يعني الشخصيات أنا عارفاهم. مش عارفة إزاي بحس ده، بس بتحسي من طريقة الكتابة، الموضوع، الحوار، تحسي إنه حقيقي. دي أول حاجة. وطبعاً قبلها المخرج والشركة، وبعدين الناس الكاست اللي معايا. طب أنتي مثلاً ممكن مخرج تكوني رافضة تشتغلي معاه أو مش حباه خالص، بس اتقدم لك دور رهيب، هتوافقي؟ لا. لازم المخرج تكوني راضيه عنه. لازم اكون بحبه. لازم تكوني بتحبيه. انتي شخصيه لا اما تحب لا اما تكره. يا ابيض يا اسود. بحب الشخصيه دي. اللفه اللي بعدها. طب ايه اللي مش مدافع علشان ما انتي وحظك. عشان ابقى عارفه يعني. واضح انك ايه؟ ايه؟ سؤال رقم 5 فلتتي. ها؟ كتبتي تتغير المرأة كثيراً حين يظلمها أو يقلل من قدرها أحد. حقيقي. مين اللي تعمد يقلل منك؟ اللي تعمد يقلل مني؟ بس عايزة أسماء؟ براحتك. ولا مواصفات؟ براحتك أنا معاكي. في ناس هي ما بتعرفش تحس بنفسها فبتقلل منك لما تقلل من اللي قدامها. حصل موقف زي كده وانتي عرفتي تاخدي حقك؟ لا غالبا لا. رد فعلك بيكون ايه؟ لا. عتاب ولا انسحاب؟ لا انسحاب. انت مش موجود قدامي اصلا. انسحاب. العتاب دايما. اتظلمتي قبل كده؟ اتظلمتي ده كلمه كبيره قوي يعني. اتظلمتي اتقال عليكي حاجه وانتي اتظلمتي فيها واتوجعتي قوي من الظلم؟ اكيد. تقدري تحكي لي موقف؟ طب انا اقول الحقيقه، انا اقول لك ايه اللي جه في بالي يعني. والله براحتك. اللي جه في بالي يعني مره وانا صغيره، كان في حاجه حصلت يعني، اخويا عمل مشكله وجينا بقى يعني بابايا الله يرحمه، لما قعدنا علشان نشوف الموضوع ده حصل ازاي وهيتحل ازاي، فاتظلمت لانه وقتها
يعني بابا قال لو ما كلمتوش انتوا الاثنين هتتعاقبوا. فكان الحل ان انا افتن على اخويا او ان انا اسكت. فسكت فاتظلمت فتعاقبت انا وهو. فمش ناسيه اليوم ده، لانه اليوم ده حسيت فيه بجد بظلم جامد قوي، بس ما كنتش عايزه افتن عليه. كنت متخيله هتحكي لي حاجه ليها علاقه بالشغل وحاجه حصلت قريب بقى لا بس دي حاجه اثرت فيا قوي، لان ده هقول لك حاجه، دايما الحاجات اللي بتاثر فيكي وانت صغيره بتفضلي فاكراها طول عمرك. فانا فاكره الموقف ده قوي. اللفه اللي بعدها، يلا هوبا ترى ايه سؤال رقم 3 المدفع. مدفع اول واحد. اول واحد حاسه انه هيبقى كويس. مش قوي يعني. ما تتفقليش قوي كده. لا 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 كويس كويس كويس، علشان الناس فعلا محتاجه توضيح. ماشي. رافضه ظهور ابنك في اي عمل فني؟ خوف من الحسد ولا خوف عليه من الشهره؟ اولا هو مش بيحب خالص. هو مش بيحب خالص، وحتى من قبل ما هو يبقى عنده قرار ان هو يحب او ما يحبش، انا بشوف انه الزمن دلوقتي اختلف عن زمان. ازاي؟ السوشيال ميديا، وان احنا حياتنا وولادنا يبقوا موجودين على السوشيال ميديا كتير، ممكن ده يبقى مش حلو ليهم، لانه في ناس بتكتب تعليقات مش كويسة ممكن هما ما يستحملوهاش، وما لهمش ذنب. هو ملوش ذنب في الاخر ان هو طلع في عيلة تشتغل في الفن يعني. فانا كنت بحافظ عليه من ده، وبعدين هو دلوقتي بقى في سن ان هو ممكن يقرر، لقيته ان هو مش بيحب خالص. في فنانين كتير اولادهم بقوا مشاهير جدا وبيمثلوا معاهم، وفي فنانين كتير واولادهم ما ظهروش غير بعد ما كبروا وهم اللي اختاروا بنفسهم، فانا سايبه له حريه الاختيار. بس هو مش حابب اصلا الوسط. لا هو لسه صغير برضو يعني. عنده قد ايه؟ يعني هو عنده 9 سنين ما شاء الله. فبس ما بحسش ان هو بيحب قوي يعني. مش هتفرضي عليه طيب حاجه؟ بحجة بقى أنا أمك وعارفة أكتر منك والحاجات دي؟ لا أنا فرضت عليه حاجة ليها علاقة بالتمثيل، حاجة بياخدوها في المدرسة، حاجة يعني في الأكتيفيتيز اسمها أرابيك دراما. فأنا كنت متخيلة إنه يعني ده هيساعده يعني، في لأنه عموما ده بيخليه يعبر أكتر عن نفسه وعن شخصيته. لكن الحقيقة أنا ما اتبسطش خالص، وقال لي أنا مش عايز، ومش معنى أن أنت ممثلة إن أنا كمان حابب أن أنا أبقى ممثل، أنا مش عايز أقف على المسرح ومش عاجبني الموضوع. فسبته براحته. اللفة اللي بعدها، شفتي المدافع بتاعتنا حلوة إزاي؟ بالعكس أسئلة حلوة. يا ترى إيه يا شيخ؟ الله انت ايه؟ انت خدتي كل الملفة اللي عندي. طب مش عارفة اللي بعده، خدي اللي جنبه بقى. طب ما هو خلصت. ما خدي اللي جنبه. هعمل لك ايه؟ انت اللي بتلفي. ان شاء الله حظي حلو بقى. علقتي على حبس حنين حسام وكتبتي عبره لمن يعتبر شايفه ان الملابس العاريه وفيديوهات الرقص تستحق المحاكمه. انا ما كتبتش عبره لمن تعتبر، والبوست لسه موجود عندي لحد دلوقتي. كتبتي ايه؟ انا كتبت فيما معناه انه هي كان لازم يتعامل معاها كده، علشان المجتمع عايز كده. يعني المجتمع هو عايز حد يبقى يعني دايما بيدور على كبش فدا. انت شايف ان حنين حسام كبش فدا؟ ممكن. انا معرفش القضيه فيها ايه يعني، انا معرفش حيثيات القضيه زي ما بيقولوا باللغه العربيه بالظبط. بس انا زي كل الناس قريت على السوشيال ميديا، فلقيت الناس كلها ضدها والناس كلها متحامله عليها، ومش علشان حاجه هي عملتها، علشان شكلها، علشان طريقتها، علشان هي بنت. فإحساسي كبنت كان رافض إنه الناس تتعامل معاها بالطريقة دي. يعني بغض النظر عن هي عملت إيه، المحكمة هتشوف هي عملت إيه وهتحكم عليها في الآخر، وإحنا القانون عندنا الحمد لله يعني ما فيش مشكلة. بس المجتمع نفسه إنه يعني محكمة الرأي العام. أقول لك البوست؟ قوليه لي كله على بعضه. حنين اتحبست عشان تكون عبره لاي بنت تخرج عن حدود المجتمع. اه كانت ستوري تقريبا. اه
اتحبست علشان يخلوها عبرة لأي بنت تخرج عن حدود المجتمع. أيوة، لأنه هم عايزين البنت تفضل في حدود معينة، فلما بنت خرجت عن حدود المجتمع حصل لها كده. برضو أنا مش عارفة أفهمك، أنت دلوقتي لا، أنت مع حنين حسام واللي بتعمله ولا ضدها؟ أنا مع إن هي بنت براحتها بتطلع تعمل فيديوهات زي ما كل البنات بتطلع تعمل. يعني ما كنتيش بتهاجميها؟ لا، ما كنتش بهاجمها، وما كنتش فاهمة إشمعنى دي بالذات اللي حصل عليها كل البروباغاندا دي، فهماني؟ يعني أفهمت. يعني في منها كتير، ليه دي بالذات؟ دلوقتي فهمتك. انا كنت فاكره ان انت بتهاجميها. لا 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 لا، ما كنتش بهاجمها خالص خالص، وبالعكس يعني هي لما خرجت شكرتني، وانا ما اعرفش هي شكرتني ليه، بس انا كبنت كنت حاسه ان هي محكمه الراي العام حكمت عليها واصدرت القرار، وهي مالها يعني، ما عملتش حاجه. اخر لفه يا ترى؟ ابيض. انا بحس ان الابيض ده امان. السؤال رقم 2، احكي لنا عن اول مره حسيتي فيها انك مشهوره وجي معجب كده اتصور معاكي. بصي، انا مش فاكره اول مره، بس في مره كده انا مش ناسيها خالص، دي كانت بالنسبه لي هي حاجه تضحك برضو. يعني كنت لسه عامله فيلم هبتة، وفي ولد كنا بنجيب كوفي كده، ولقيت ولد جاي بيقول لي هو انت بجد؟ فقلت له اه بجد، صور معايا. انا لحد دلوقتي مش عارفه هو كان بيتكلم جد ولا هو كان بيقلش على الفيلم ولا هو كان بيعمل ايه، بس انا مش قادره انسى الموقف ده يعني. طيب بالمناسبه كده، مشروع هبتة 2 اتوقف ليه؟ لا ما اعرفش، اساليهم. اكيد اكيد انا ما اعرفش. انت بطله من ابطال العمل. مش حقيقي. مش عارفه. مش حقيقي. مش حقيقي ليه؟ مش حقيقي. مش هتعملي في جزء تاني؟ لا، مش هتشاركي فيه؟ محدش قال لنا ان احنا هنشارك في جزء تاني، ولا حد قال لنا اي حاجه، ولا نعرف اي حاجه. لو اتعرض عليكي، علشان كده بقول لك لازم اقرا الدور، لان هبتة الاولانيه كانت روايه، واحنا كلنا كنا قارين الروايه وكنا حابينها، بس هبتة 2 احنا مش عارفين لسه ايه اللي هيحصل فيه، فلازم اقرا. كلنا اعتقد اي حد هيتعرض عليه الدور هيقول عايز اقرا. طيب قبل ما انهي الفقره ونقعد مكاننا عشان نقعد بقى ايه نرتاح براحتنا بقى، سؤال بقى، ايه سر عدم حضورك لاي جنازه؟ ليه تخافي؟ لا، امال ايه؟ عندي مين عارف الكلام ده؟ انت جبتي الكلام ده منين؟ انا العصفوره اللي عندي شاطره قوي. بصي، انا ما بحبش احضر الجنازات. بتخافي؟ لا مش بخاف. انا حضرت يعني انا اول جنازه حضرتها كانت جنازه استاذه زيزي بدراوي الله يرحمها. الله يرحمها. هي كانت في مقام حماتي يعني. فحصلت حاجات كده، مش يعني شفت الناس على حقيقتها، وشفت حاجات في الكواليس على حقيقتها. ازاي؟ شفت مواقف من الناس، يعني حسيت انه لا، يعني في حاجه غلط. في ناس ما كانتش جايه عشان هي زعلانه بجد او علشان هي دي حاجه. الحاجه التانيه لما رحنا واتدفنت، يعني خلاص دخلوها تحت الارض وقفلوا واحنا ماشيين، فده كان يعني خفتي؟ ما خفتش، بس حسيت انه خايفه من الموت. لا مش بخاف منه، مش بخاف منه، لا، لانه من الوحده. ما هو انت خفتي ان هو بيتساب لوحده ويمشي، يبقى انت بتخافي من الوحده. تفتكري؟ طبعا، عشان دي نفس الفوبيا اللي عندي، اللي هو هيبقى لوحده كده ويمشي. قلت يعني هنمشي خلاص، يعني كلنا هنمشي. فين الناس اللي حواليا؟ فين صحابي؟ فين اهلي؟ فين كل ده؟ مش، لا، ما قدرتش. فبحاول على قد ما اقدر ابعد عن الموضوع ده، لانه يعني تقريبا يعني يمكن اكون انا باخد الحاجات على اعصابك. يعني اتاثرت قوي قوي يعني وقتها، فما حبيتش ان انا اذيتي نفسيا. ايوه. خلصنا فقرتنا بجد، خلصت. وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. يلا بينا. يلا. ياسمين رئيس اتخانت كم مرة؟ ياه. ايه التجربة اللي انتي مريتي بيها وحسيتي بعدها انك كبرتي قوي فوق عمرك
مين استفاد من شهرة التاني أكتر؟ أنتي ولا حسن شاكوش لما عملت الكليب بسببه؟ قدامك 5 كروت، كل كارت مكتوب فيه كلمة بحبر سري. حبر سري، هتختاري 3 كروت من الخمسة. هنفتح الكارت، هيطلع لك كلمة هسألك عليها سؤال. جاهزة؟ جاهزة. يلا بينا. يا ترى مخبي لك ايه؟ انا جايه مخصوص عشان الموضوع ده، عايزه العب كتير قوي. بيقول لي جايه عشان نلعب بالحبر. عايزه العب. وبعد كده بيزعلوا، يا ريتني ما لعبت. اوه واو، ده ايه؟ مكتوب ايه؟ مكتوب لحب. الحب، الحب. كان في حرف الالف مش عايز يطلع. الحب، الحب جميل، الحب جميل. بس سؤال الحب بيقولك في فيلم واحد صحيح، كنت بتحبي واحد وهو عامل نفسه مش واخد باله. لو حصلت معاكي في الحقيقة وحبيتي راجل وهو عامل نفسه مش واخد باله مستهبل قوي، هتعملي ايه؟ هو اولا يعني ما اعتقدش ان انا لو حبيت راجل مش هياخد باله. بتباني قوي يعني، مفضوحة قوي. هياخد باله. ولو حبيت راجل وهو مش عارف هقول ايا كان رد فعله. طب لو جه قال لك بس انا مش بحبك، هتعملي ايه؟ او مثلا انا بحبك بس زي اختي. ما هو بصي، هو يعني اكيد مش هحب كده برضو يعني. فرضا وحصلت، هتعملي ايه؟ هي عمرها ما حصلت. واحد بحبك زي اختي. افترض ان هي حصلت دلوقتي، هقول له ايه؟ هو قال لي تمثل زي اختي. بس هي مش هتحصل. لا قولي له انا كمان حبيتك زي اخويا، انت فهمت غلط. صح، دي فكره حلوه، دي فكره انت حلوه. انت فهمت ايه؟ بس لا، انا لما بحب بيبان عليا. انت اصلا شخصيه لما بتاثر بالتجارب قوي بتاعتها ولا عندك سرعه تجاوز؟ ان انا بقى ايه، دخلت في مشكله لا اقدر انساها بسرعه، بتكرهي الحزن يعني؟ بكره الحزن، وتعلمت اكره الحزن زياده كمان بعد وفاة مامتي الله يرحمها. الله يرحمها. لأنه ده علمني حاجات كتير قوي يعني. تعبها، هي تعبت قبل ما تتوفى وقعدت سنة بالظبط. فالفترة دي تعلمت فيها حاجات كده، دروس مهمة، منها أنه الحزن لازم ياخد وقت ويخلص، ومش هينفع نعيش فيه طول الوقت لأنه في الآخر بيأثر على الصحة. لأنك لما بتزعلي بتزعلي من قلبك، تحطي في نفسك. فده بيأثر على صحتك، وفي ناس محتاجينك. فعارفة نظرتي للحياة كلها بقت مختلفة. إيه التجربة اللي أنت مريتي بيها وحسيتي بعدها أنك كبرتي قوي في عمرك أو كبرتك وشايلتك كتير قوي؟ هي فترة مرض مامي الله يرحمها، والطريقة اللي هي تعبت بيها والفترة اللي هي تعبت فيها. لأنه إحنا ده حصل في 2020، فكانت سنة الكورونا. هي توفت كورونا ولا مرض تاني؟ لا لا لا، هي توفت كانسر. واللي حصل إنه إحنا لما عرفنا كانت الكورونا، وكانت الدنيا بتقفل والمطارات بتقفل والسفر صعب، وحتى هنا كمان في المستشفيات كانوا خايفين على الدكاترة الكبار. الدكاترة الكبار في السن ما كانوش بينزلوا أصلا، ما كانوش بينزلوا. فالموضوع كان معقد قوي قوي وصعب قوي قوي. وإن أنت تبقي فجأة مسؤولة عن قرارات مهمة، هندي إيه، هنعمل ايه، يعني انت اللي بتقرري، قراري مصير. وبعدين بتقرري مصير حد هو اللي كان بيقرر لك طول العمر، امك. فبقيتي انت في موقف دلوقتي ان انت اللي سايقه، انت كبيره. حسيت ان انا اللي بقيت امها مبدئيا يعني.
وحسيت ان انا اللي بقرر لها وانا اللي بختار، انا اللي بقول هناخد الدواء ولا مش هناخده، هو في الاخر الدكتور بيخيرك. كانت تجربه صعبه قوي قوي وتعلمت منها كتير. فراقها اخد حته منك اكيد، بس هي ادتني حته، هي سايبه يعني، هي سابت لي حته منها. انا بحس كتير ان انا ببص في المرايه بشوفها مش بشوف نفسي. تتكلمي معاها وهي مش موجوده؟ لا مش بتكلم معاها، بس بحس ان انا شايفاها. لسه مش مصدقه ان هي راحت منك؟ ساعات ببقى مش مصدقه، ساعات بستغرب ان كل ده حصل. بعدين هي كانت صغيره يعني، كان عندها 60 سنه وكانت صحتها كويسه. اللي حصل ده فجأة اكتشفنا انه هو بيجي فجأة للأسف، وتبقي مش عارفة تعملي ايه، تعملي عملية ولا هتاخدي دواء ولا هتعملي ايه. كانت سنة كبيسة جدا، سنة 2020 على الكل، على العالم كله. كارت اللي بقى تحت. يا ترى انا بختار عادي بمنتهى عشوائي صح؟ العشوائية بس المرة الجاية هنعمل حادي بادي. طب انتي قبل ما تعملي الكارت ده حاسة بايه؟ حاسة سهل ولا صعب؟ سهل ان شاء الله. سهل؟ يا رب الثقة دي. الملامح انا ممكن اخد شوية حبر من ده وانا ماشية؟ من عينيا، اتفضلي كله، أعملك إزازة كاملة. الملامح، سؤال الملامح بيقولك تحبي تفضلي تمثلي لحد ما تعملي دور الأم والجدة، ولا تعتزلي في وقت معين عشان محدش يشوف ملامحك لما تتغير؟ لا، في ممثلات كتير كبار وبيمثلوا بيعملوا دور الأم والجدة وزي القمر لحد الوقت يعني. فهو اعتقد على حسب انا مودي هيبقى عامل ازاي، انا هبقى حاسه بايه وقتها. بس مساحه دورك عامه هتقل. ما انا بقول لك وقتها هقرر، بس لحد دلوقتي ما يعني لا، احب ان انا اكمل في شغلي واظهر، ولو حسيت وقتها ان انا مش قادره خلاص. انا ما بضغطش على نفسي يعني عموما في حاجه، تعلمت كده انه أعمل اللي يريحني ومهمة أبقى مبسوطة. أكتر حد بيمثل دلوقتي دور الأم أنت بتحبيه أو بتشوفي فيه مامتك مين؟ دلوقتي بصي، هي كانت أستاذة دلال الله يرحمها. الله يرحمها. بس يعني مش حاسة لسه دلوقتي يعني، أنا كنت بحبها قوي. الله يرحمها. الكارت التالت، اخر بقى. كارت، فكري كويس. لا انا هعمل حادي بادي بجد، انت فاكراني بهزر؟ اعمليها حادي بادي، كرنب زبادي، شال وحط وكله على دي. يلا بصص. على خير، خير الامور الوسط. يا ترى يا رب يكون سهل. بتحبي المفاجآت ولا بتخافي منها؟ لو حد جابك مفاجأة بتحبي الجو ده ولا ما بتكيش فيه أصلا؟ لا، ما فيش حد ما بيحبش المفاجآت، بس هاتلي المفاجأة يعني، هاتلي حاجة مفاجأة، بس ما تفاجئنيش وتقولي يلا احنا هنسافر بكرة. يعني لا، أنا بحب دي عن المفاجأة. لا يعني يجيب لي حاجة مفاجأة. لا بس أنا قولي اللي احنا مسافرين دلوقتي وما تجيبليش مفاجأة عادي. لا، هيجيب لي مفاجأة، هتجيلي مفاجأة هدية هتبقى حلوة. الخيانة. عندك عمل حقق نجاح كبير وهو أنا شهيرة والخائن. أنتي من الستات اللي بتشوف كل الرجالة بتخون، ولا عارفة لا في راجل بيخون وفي راجل كويس، ولا بتعممي لا ده كل الرجالة خاينين؟ لا مش كل الرجالة خاينين، لا، في كده وفي كده، زي ما في ستات كده وفي ستات كده. هي يعني مفيش صفة تقدري تعمميها على الانسان عموما يعني. طب اقول لك حاجه ثانيه. حاجه ثالثه. حاجه ثالثه. اقول لك حاجه ثالثه. لا لا لا، انت من الستات اللي بتشوف مثلا ايه، ماشي في راجل بيتقفش فبنعرف ان هو خاين، وفي راجل شاطر بيعرف يمثل فده مش خاين. لا لا، انت مع المقوله دي برضو؟ لا
أنا زي ما سألتيني في ناس خاينة وفي ناس مش خاينة. فعلا في ناس خاينة وفي ناس مش خاينة. بتفتشي على الراجل اللي معاكي؟ تراقبيه تمسكي تليفونه والأجواء دي؟ أوقات مش دايما، بس في مرحلة معينة يعني أفتكر. بتطلعي شريرة يا ياسمين؟ لا هقولك. لما بتشوكي؟ لما قلبك كده بيحس إن في حاجة فبتمسكي التليفونات؟ لا، بس يعني بالصدفة ممكن تمسكي التليفون تشوفي حاجة. يعني بتيجي لحد عندك وانت قاعدة؟ الحقيقة ان كل حاجة بتيجي، يعني ما فيش حاجة بتستخبى، كل حاجة بتبان. لو في حاجة بتبان، يعني اللي معاشر حد بيعرف بتعرفي بيحس. بس ان انا اعمم لا، صعبة شوية. لا لانه في ناس كويسة. يعني طب ما انا بابايا عاش طول عمره مع مامتي الله يرحمهم، يعني هما الاثنين عمري ما شفت خالص موضوع الخيانة ده، ولا هو كان بيدور وراها ولا هي كانت بتدور وراها. بالعكس انا تربيت في بيت يعني كانوا كمان، يعني انا فاكرة كويس جدا هو كان عنده مثلا مكتبه انا عمري ما شفتها بتفتحه او بتفتش فيه او بتبص فيه، وهي كمان كان عندها درج في المكتب بتاعها عمره هو ما فتحه. ياسمين رئيس اتخانت كم مرة؟ أو قفشت الخيانة كم مرة؟ ياه كتير ولا ايه؟ ايوه، لانه واحنا صغيرين. لا، ما في بقى مرحلة الـ الاكس بقى والحاجات دي واحنا صغيرين، فالمرحلة دي كانت لا ده الفترة وانت كبيرة. تقطيع وانا كبيرة. بعد ما كبرت اكتشفت ناس خاينة كتير قوي، رجالة وستات. على فكرة الخيانة مش بس الرجالة، لا طبعا ده في خيانة صحاب في ستات. وبعدين الخيانة مش يعني مش بس خيانة عاطفية، يعني انت ممكن تخني لو انت اتفقت معايا على حاجة وعدتني بحاجة وبعدين ما عملتهاش، انت كده خنتني، انت خنت اتفاقك معايا، او انت خنتي اتفاقك معايا، او خنتي وعدك ليا. فالخيانة موجودة طبعا، في ناس كتير بتخون طول الوقت. خلصنا الفقرة، بس أنا عايزة أسألك سؤال أخير بيني وبينك. اسألي. مين استفاد من شهرة التاني أكتر، أنتي ولا حسن شاكوش لما عملت الكليب بسبب؟ أنا سمعت، بس أنا ما شفتش. أنا سمعت إن هو حسن اتسأل السؤال ده، أيوة، وقال إن ياسمين استفادت أكتر. فلو كان هو شايف ان انا استفدت اكتر فالحمد لله ان انا استفدت. لا، دي اجابة مبنية على سمع. انتي نجمة سينما ودراما. وبسألك عن كليب انتي كنتي مشاركة فيه، اول تجربة ليكي تقريبا في الغنى. مين اللي استفاد اكتر، انتي ولا حسن شاكوش؟ انا رحت الجمهور حسن شاكوش في الاغنية دي، يعني فعلا انتي اللي استفدتي اكتر. أنا أقدر أقول إن أنتي خدتي جمهور حسن شاكوش على جمهورك. أتمنى. تصالح مع النفس حلو جدا. مش مشكلة. خلصنا حبر سري، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. عدم استكمالك فيلم 122 لأنك كنت عايزة اسمك قبل طارق لطفي. تصريحك انك بتعرفي تكذبي قدام الكاميرا غلطة وندمان عليها، هو التمثيل كده. تعاقدك مع ياسر جلال على مسلسل ألف ليلة وليلة خلى مصطفى شعبان يستبعدك من بابا المجال، ودي غلطة وندمان عليها. طول الوقت بنعمل حاجات غلط نقول بعدها ايه، غلطة وندمان عليها. غلطة وندمان عليها. عدم استكمالك فيلم 122 لانك كنت عايزة اسمك قبل طارق لطفي، غلطة وندمان عليها. معلومة مش حقيقية اصلا، لان انا كنت بصور مسلسل انا شهيرة
وهم كانوا عايزين يدخلوا يصوروا في نفس الوقت اللي انا كنت بصور فيه، وحاولوا يظبطوا الجداول وما نفعتش. ما نفعتش يعني، ما كانش فيه اصلا عقد ولا ما وصلناش لمرحله عمرك اشترطتي تبقى اسمك قبل حد؟ في اوقات معينه يعني، مش بتشترطي بس بتبقي عايزه تبقي عارفه. لما شفتي الفيلم شفتي اداء او دور امينه خليل فيه، زعلتي؟ لا ما زعلتش خالص، بالعكس الفيلم اتعمل حلو قوي وهي عملت دور حلو قوي يعني. ما تضايقتيش يعني؟ لا في ادوار عملته. طب هعمله ازاي وانا بصور؟ ما هو عايز اقولك انه في حاجات كتير تانية كانت موجودة وانا كنت ببقى بصور او الوقت ما كانش بيبقى نافع يعني، مش اول حاجة. وجودك عضوة في لجنة تحكيم مهرجان اسوان كان سابق لاوانه، وخبرتك لسه مش كبيرة، غلطة وندمان عليها؟ أولاً مش أنا اللي بختار إن أنا أبقى عضوة لجنة التحكيم ولا لأ، أكيد هما بيبقى ليهم وجهة نظر لما بيختاروا. تاني حاجة، دي ما كانتش أول مرة، أنا قبليها كنت عضوة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة، ومهرجان القاهرة أقدم وأكبر من مهرجان أسوان. تصريحك إنك بتعرفي تكذبي قدام الكاميرا غلطة وندمان عليها؟ هو التمثيل كده؟ لا بصي، هو التصريح في حاجة، هو غالبا أنا ما قلتش كده، هو غالبا أنا قلت أنا ما بعرفش أكذب غير قدام الكاميرا. هي يعني بصي، هو مش كده، مش حكاية. هو بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا لما أجي أطلع معاكي في برنامج، أنا طالعة معاكي بشخصيتي الحقيقية، مش بمثل حد تاني. فأنا تقريبا التصريح ده أنا اللي أقصد منه إن هو ده الأصعب، إن لكن لما بمثل قدام الكاميرا بيبقى أسهل، لأنه في الآخر أنا بعمل كاركتر. يمكن اللي أنا كنت أقصده إن أنا يعني مش هعرف أبقى حد تاني، مش عارفة غير قدام الكاميرا، مش عارفة يمكن، مش فاكرة. أصل بصي، أنتي لو جبتيلي فيديو هعرف أنا قلت الكلام ده. بس هو الكلام المكتوب أوقات بتقوليه وبيتكتب، كل واحد بياخده بأسلوب مختلف، فبيتكتب بطريقة غير اللي أنا قلته، فما ببقاش فاكرة أن أنا قلت ده. لكن لو عرضتيلي فيديو يا ريت يبقى أحسن. عندك فيديوهات؟ مبلاش. عايزة فيديوهات؟ مبلاش. بالعكس، أنا عندي. ده أحلى حاجة، أنت حطي الفيديو وأنا أرد عليك. اطمني، عندك فقرات فيها فيديوهات وفي صور ومش هنلعب كل الألعاب. مش حرماني من حاجة. مش حرماكي من حاجة النهاردة. تعاقدك مع ياسر جلال على مسلسل ألف ليلة وليلة خلى مصطفى شعبان يستبعدك من بابا المجال، ودي غلطة وندمان عليها؟ بس أنا صورتي 5 مشاهد تقريبا. صورت، هو بصي، ألف ليلة وليلة اتصورنا الديكورات بتاعتنا وخلصناها، وبعد كده دخلت أصور باب المجال، فده يعني ده ما دخلش في ده. إيه المشكلة اللي حصلت باب المجال؟ ده خليكي بقى صريحة. من آخر بقى، إيه المشكلة؟ الموضوع كله إنه أي عقد بين اتنين في الآخر في شروط معينة هي اللي بتخلي الاتنين دول يتفقوا على العقد. ممكن في أي لحظة حد يحس إن هو مش قادر يلتزم بالعقد ومش قادر يكمل، عادي بتحصل. أنا مش أول حد ولا آخر حد يحس إن هو مش قادر يكمل بالطريقة دي. بس في التزام وفي عقد، وفي الآخر إحنا قعدنا إحنا والشركة وكلمنا في الموضوع ده وحلينا الموضوع، والشركة يعني نزلت. يعني انت قررتي مش عايزة تكملي، ولا هم اللي قالوا لك لا مش هينفع تكملي؟ لا، هو كان في اختلاف. اقول لك الصراحة، اقول لك اللي اتقال ان انت كنتي بتصوري وبعدين قلت لهم يا جماعة هسافر، قالوا لك لا مش هينفع تسافري عشان احنا بنصور، بيتصلوا بيكي كنت انت اصلا سافرتي. دي حقيقة ولا اشياء؟ ليه حصل كده؟ علشان الجداول مش مظبوطة. علشان حصلت؟ علشان الجداول اللي بتتحط كل شوية بتتغير. ما هو أنا بقولك العقد فيه شروط الطرفين بيتفقوا عليهم، صح؟ صح. لما فجأة طرف من الاتنين يحس إنه هو مش قادر، خلاص من حقه. كان في جداول بتتحط،
الجداول كانت بتتغير، وانا ما كانش عندي استعداد ان انا افضل مستنيه ان الجداول كل شويه تتغير بسبب ظروف معينه هم كانوا بيعدوا بيها. ف ما كانش ده الاصلح ليا. في الاخر انا خدت قراري، فديتي الاولويه لعمل تاني. لا، ما كانش في عمل تاني. انت شايفاني في عمل تاني، انا مش موجوده في عمل تاني. طب اسالك سؤال خالص خبيث شويه، وعلى فكره الشركه نزلت بيان، يعني في دلوقتي بيان الشركه نزلته في الاول، هجيلك البيان، وبعدين نزلت بيان تاني. لا لسه البيان ده هجيلك وقتها. بيانين اتنين. سؤال، انت بتقولي لي ان الجداول بتاعتك يعني ما كانتش نافعه معاهم، وانت دلوقتي بتقولي ما كانش عندي عمل تاني، طب ليه ما استنيتيش؟ هو الجداول بتاعتي ما فيهاش غير تصوير بس، فين حياتي؟ فين انا؟ فين؟ ده سيزون مسلسل كبير. لا لا، نجم كبير. لا، انا طول عمري بقول دايما ان انا بيتي وابني الاول، بعد كده شغلي نقطة. لو في حاجة هتيجي على بيتي وعلى ابني مش هينفع، ما اقدرش. يعني ممكن تسيبي في يوم من الايام التمثيل عشان استقرار الاسره؟ لو ابنك جه قال لك ماما انا مش عايزك ممثله. لا، هو اعتقد ان هو يعني خلاص، يعني احنا عدينا المرحله دي، المرحله اللي في الاول اللي هو لسه صغير وما بيعرفش يحكي ايه اللي حصل. انا الفتره دي انا قعدت، يعني قعدت بما فيه الكفايه، يعني علشان ما كانش لسه هو بيعرف يشرح. لو في حد ضايقه، لو في حاجه حصلت، لازم عيني تبقى عليه طول الوقت. دلوقتي خلاص احنا تعدينا المرحله دي، ولو حصل في وقت من الاوقات وقال لي انا محتاجك معايا، لا طبعا ده ابني، يعني ما فيش اهم منه في الدنيا. سؤال خبيث، فضلت ياسر جلال على مصطفى شعبان؟ لا 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 لا، ياسر مسلسل ألف ليلة وليلة، أنا بعمل دور شهرزاد، دي حاجة مختلفة تماماً عن مسلسل بابا المجال، مسلسل لرمضان. ألف ليلة وليلة دي حاجة بتتعمل كل فين وفين، متهيألي بقالها 20 سنة ما تعملتش. وتعالي شوفي مين النجمات اللي عملوا دور شهرزاد. فأنا كنت مبسوطة جداً لما جالي الترشيح، يعني ما كانش ينفع أن أنا أقول لأ. وبعيد جدا، يعني فتره تصويره كانت بعيده عن فتره تصوير بابا المجال. مش هو ده السبب يعني؟ انا بالنسبه لي يمكن يكون هم عندهم اسباب تانية انا ما اعرفهاش، بس انا بالنسبه لي يعني انا كنت خلصت خلاص ديكوري. ما هو احنا صورنا ديكور، كان الديكور ده كان جاهز، دخلنا وصورناه فعلا، وكانت البلان ان احنا هنقف علشان الألف ليله وليله في سفر، هم عندهم سفريات لسه كتير وعايزين يعملوها بطريقة حلوة تاخد وقتها في التحضير وفي التصوير، فما كانوش هيلحقوا رمضان ده. وهم كانوا قايلين وأعلنوا إن هي رمضان 2024، فدي حاجة كانت معروفة، ما كانتش يعني جاية على حساب حد تاني أو على حساب شغل تاني. ده غير ان انا اصلا مش من الناس اللي بتشتغل حاجتين وتلاتة مع بعض. ما بتقدريش تعملي ده؟ لا، مش ما بقدرش، هو قليل قوي لما ده كان بيحصل لي. حصل لي يمكن في اول حياتي، لان ما كنتش لسه فاهمه، كنت بصور المصلحه ودخلت في النص واحد صحيح، دخل معاها اكس لارج، وبعد كده واحد صحيح دخل، يعني ما كنتش لسه في البدايه فاهمه كويس الأمور بتمشي إزاي. فكان عندي ثلاث حاجات بيتصوروا في نفس الوقت، بعد كده فهمت، فبقيت أبقى عارفة أن أنا بحب أخلص كل شغلانة لوحدها. فكنت عارفة أنه ألف ليلة وليلة هتخلص الديكور بتاعي، بعد كده هبتدي في مسلسل بابا المجال، وقتي فيه من كذا لكذا، ومن كذا لكذا عندي وقت معين ليا والبيتي والابني محتاجة أعمل فيه حاجة معينة، وهم عارفين وانا قايله لهم من شهر 4. فعشان كده بقول لك التفاصيل محدش يعرف التفاصيل، لكن انا العلاقه بيني وبين الشركه مفيش اي حاجه خالص، ونزلوا بيان وضحوا فيه انه مفيش اي حاجه خالص وان المساله اتحلت. خلصت فكرتي كويس، وبعد الفاصل نكمل حلقتنا. تقري وتعترفي انك اتضايقتي من تصريح طليقك
هادي الباجوري لما قال عادي مراتي ممكن تتبس اتضايقت. تقري وتعترفي انك ممكن تسيبي راجل لسه بتحبيه عشان جرح كرامتك. الناس في الحياة نوعين، نوع يغلط ويعترف ونوع يكابر ويختلف، وعلى كرسي الاعتراف هتقر وتعترف. كرسي الاعتراف. ياسمين، تقري وتعترفي انك اتضايقتي من تصريح طليقك هادي الباجوري لما قال عادي مراتي ممكن تتبس؟ اتضايقت. حسيتي بايه؟ مش هيفرق معاكي، قولي لي انت هيفرق معاكي في ايه لو انا قلت لك حسيت بايه. مش هيفرق مع الناس، هو عموما الحاجات اللي بتضايق هي بتضايقك انت لوحدك، مفيش حد ابدا يقدر يحس. كان رد فعلك ايه؟ اتضايقت. ايوه لما رجع البيت لما شفتيه؟ لا اتضايقت. ما اتناقشتهوش؟ ما اتكلمتهوش؟ اتضايقت. اتضايقتي بس؟ اتضايقت. وفي حاجات بتتضايقي وخلاص، هتعملي ايه؟ بتتضايقي وما بتقدريش تعملي حاجه. طيب معلش قبل التصريح ده اصلا ما يطلع، انت شخصيا ما كنتش عارفه قناعاته؟ مش مهم. المهم ان انا اتضايقت. يعني ايه مش مهم؟ يعني كل الكلام ده ما يفرقش معايا. انا اتفاجئتي؟ ما كنتش عارفه ان هي دي الشخصيه اللي انت عايشه معاها؟ كنتش تعرفي قناعاته ازاي؟ دماغه بتفكر ازاي؟ مفيش حد ما بيبقاش عارف مين اللي عايش معاه. بس انا قلت لك اساليني قولي لي اتضايقتي ولا لا، هقول لك اتضايقت ولا ما اتضايقتش. بس اكتر من كده ما اعتقدش انه هيفرق مع اي حد في حاجه خالص. هفوت لك دي، بس اللي جاي مش هينفع دي. اتفقنا. تقري وتعترفي انك ممكن تسيبي راجل لسه بتحبيه عشان جرح كرامتك. تقري وتعترفي انك حاولتي تقدمي الكوميديا في لص بغداد لكن الناس ما حبتش ده قوي منك. جالك ورقه على البيت فيلم. اول ورقه مكتوب فيها اخراج هادي الباجوري. هتقري السكريبت اصلا ولا هترفضي؟ ياسمين رئيس هترتبط وظهرت مع حبيبها الجديد وشوف حبيب ياسمين رئيس الجديد هو مين؟ دينا الشربيني مثلا لما بتعمل فيلم وبيجيب ايرادات زي ياسمين عبد العزيز مثلا؟ عمرك فكرتي تروحي لدكتور تجميل تغيري في شكل جسمك؟ علشان يحصل ايه؟